وبمستغانم نظمت المدرسة العليا للفلاحة يوما دراسيا حول فوائد استهلاك الخضر والفواكه وتنشيط أساتذة وباحثين في الحقل الزراعي، أين تم التطرق إلى العديد من المداخلات العلمية أبرزها ضرورة رجوع العائلة الجزائرية إلى استهلاك الخضر والفواكه قصد بعث الغذاء الصحي لدى أفرادها. هذا وعلى هامش اليوم الدراسي تم عرض بعض المنتجات الزراعية المحلية مع من توقيع عقول الطلبة. المراسلة للزميل تواتي بالعربي. دونك مدير المدرسة العليا الفلاحة، هذا اليوم 15 نوفمبر خصصناه ليوم دراسي للخضر والفواكه. بالنسبة للخضر والفواكه يعني هي الهيئة الأممية للزراعة والتغذية لافاو خصت بلسنة 2021 تخصص للخضر والفواكه لما لها من فوائد كبيرة من الناحية الصحية وكذلك من الناحية البيئية. وفي هذا الإطار خصصنا يعني محاضرات، خمس محاضرات تتمحور حول النظام الغذائي بيتو لابور نوتريسيونال، يعني القيمه الغذائيه للخضر والفواكه، الزراعه البيئيه، البطاطس مشكله البطاطا في الجزائر. الطلبه نتاع المدرسه العليا للفلاحه راهم دايرين واحد كيما نقولوا ان ستاند اكسبوزيسيون، يعني معرض خصوه في كل المنتجات الموجوده في ولايه مسغانم. كاين واحد الحاجه اللي الفلاحه يعرفوها، يعيطوها لاندكس فيتوسانيتير. لاندكس فيتوسانيتير هذا سي مونديال وكاين في الجزائر، مالوغوزمون فيها كاع لي برودوي فيتوسانيتير تو مام يقول لك شحال وين تدير ولا دوز، كاع ما يقولولناش ما كاينش. كاين يسيفي كو كيما لوردونونس يسيفي كو الفلاح يستاش شويه يدير ان بتيت ايفور، كيشري ان برودوي يعرف كيستعمله، يعرف وين تيستعمله وين تيقلع الفلاحه تاعها ولا الغله تاعها. على الامهات يربي ولادهم على حب الخضروات والفواكه، لازم هي تكون باسكو سورتو لا جونيس تاع دروك افيك لا لوكسيدونتاليزاسيون تاع الماكله تاعنا لي زامبورغور تو سكي فاست فود اكسيتيرا، لازم لي جون تاعنا سورتو لي فام لي جون في كي فون تيتر مامون منا هكا لازم يتعلموا هما بعد ياكلوا لي فرويز ليغوم باش غدوه مين تربي ويشوفها ولدها تاكل فرويز ليغوم وتحبه تحبه فاش تبدل له لي غوسيت تاعها باسكو لي فرويز ليغوم سي كولوري. Donc il faut être haja, comment dire, ludique. Il faut que la consommation des fruits et légumes devienne quelque chose de ludique. Soit, je ne sais pas, il faut qu'elle soit inventive et tout ça pour faire aimer les fruits et légumes à ses enfants. Et comme ça, on aura plus ou moins des générations futures avec de meilleures santé.